زيارة السيد سبلان عليه السلام في زيارة قررت في زمن دولة إسرائيل. قبل دولة إسرائيل ما كانش في زيارة للدروز هنا. نعم. هنا كان خلي اسم المزار بالنسبة للمزار. ولما حجت أهل البلد الدروز أهل قرفيش طلعوا وقرروا الطائفة لرئاسة الشيخ أحمد قرروا أنه زيارة النبي خلالها في 10/9 من كل سنة. وبعدين الدولة وافقت على أنه هاي الزيارة تكون يوم عطل لجميع أبناء الطائفة الدرزية، وعلى هذا نقول عيد النبي سبحانه صلى الله عليه. نعم. وفي كل يوم من هذه السنة 10/9 من كل سنة بيجوا الدروز من الجليل من جودان من الكامل ويلتقوا مع بعضهم البعض ويزوروا فوتوا. المقام هون ما فيهوش طبيعي، المقام فيه مغارة كان السيد سهران كان يتعبد فيها، يحجوا على المغارة ويتعبد ويزور وإن شاء الله كل عام على جميع بخير وسلام.